تقريبا في اغلب المدن في المغرب الكبرى هذه الخاصيه ما كنوجدوها الا في طنجه. مشيتي للرباط، مشيتي للدار البيضاء، مشيتي لكناس، مشيتي لفاس، شحال من حاجه كتمشي وتدوز، ما كاينش لي زوخ اخر. هنا في طنجه بكل صدق يعني اي حاجه كدار الا وكاين الناس اللي تهتم عليها وتهتم. وهذا السياق حتى طبعا ديال الاسئله يعني الاستفسارات اللي جات، ف نشكركم على هذه العنايه وعلى هذا الحرص باش تبقى مدينه طنجه هي مدينه كما يبغاوها الناس طنجه وكما يجب ان تكون في اعين الناس ديال طنجه. وكل شيء كيدار خصو يكون في السياق اللي كيراعي هذه الرؤيه وهذه الخصوصيه ديال مدينه طنجه. فيما يخص الاسئله اللي طرحت يعني كاين فيما يخص البناء، البنات اللي دارت تما من طرف الشركة يعني الخاصة يعني المطور العقاري اللي فوضنا ليه الأرض باش يبنيها، فكما كتعرفوا هادشي كان اتفاقية السياق قدام صاحب الجلالة في 2015 اللي من خلاله يعني تم تفويض الأرض، بيع الأرض لهذا المستثمر باش يطور مايو قريب 32,000 متر مربع، فيها يعني بعض المرافق الضرورية اللي كتوقف مدينة طنجة، وتكون بينها يعني قصر المؤتمرات إن شاء الله غير تهتم بحق طنجة دابا خصها قصر المؤتمرات. فالناس اللي كيدرسوا اللي يعرفوا التاريخ ديال مدينة مراكش وكيفاش مراكش انطلقت، من بين الأمور اللي انطلقت فيها سياحة مراكش هي قصر المؤتمرات. فضروري مدينة طنجة يكون عندها قصر المؤتمرات، وإن شاء الله راه من بين يعني الالتزامات ديال هذا المطور العقاري انه يدير يبني واحد القصر ديال المؤتمرات اللي يمكن يحتضن 1500 شخص. يعني الدراسه راه كاينه وربما طال العمر قريب باش 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 نوصل لابي دوف باش تبدا الاشخاص. فهذا المطور العقاري حنا لما فوقنا الارض دفتر تحملات وبعض المواصفات كما كتعرفوا هذا المشروع كتقدم لجلاله الملك، وداك الشيء تقدم لجلاله الملك ضروري هذا المطور العقاري باش يكون يحافظ على ذاك من ناحيه العلو ولا من ناحيه لادونسيتي ولا من ناحيه لاشتيكتور ولا من ناحيه لا بروغراماسيون. يعني شنو يدار في ذاك الموقع لا تقريبا هي مساحه كبيره 22 كارونس الان في مالي فقط مصر 14 كارونس اللي بدا فيها البناء و 14 اخرى مازال الان في ملك ديال الشركه، ولكن كاين واحد البيع عام لانه المجرد ما ان شاء الله تكون الاشرار ديال الشطر الاول يعني مشات شويه الامام ندوزو ليه الشطر الثاني. انا متفق معكم انه في تاخير، متفق معكم، ولكن التاخير حتى هو على المدرب ديالو. اولا هذه سنتين كاين الكوفيد، العالم كله وقف. حنا الشركه الاخرى اللي ممكن تسير بناء في طنجه لا سوسيتي جيستيون دي بورت هي الان منذ سنتين تقريبا كل سنه كنخسر فيها 100 مليون ديال الذهب، لان الخط الرابط بين 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 طنجه وطريفه مسدود، والخطوط البحريه ديال السفر ديال الكوادير ما تلقاش حد. اذا الشركه الميناء غتخسر، يعني الا بقات الامور هكذا تقدر واحد 100 مليون ديال الذهب كل سنه. فحتى هاد الناس هادو المستثمرين تيهم تكون عندهم فيزيبيليتي. دابا لا فيزيبيليتي ما كايناش، خصوصا ان الناس هادو ماشي مغاربه، الناس من الامارات. هادشي ما كي يعني لا يعفيهم انهم معطلين، خصوصا اتفق معكم انهم معطلين، والسيد الوالي وكاين واحد البنان فيها الجماعه وفيها الكونسيربان والسيري راه يومي يعني كاين اجتماعات يعني ريغولير من اجل الحرص باش هذا المشروع باش نديرهم اولا نتعاونوا، لان اذا كان ماشي فيما يخص الدليفري كاين سؤال صح على المصداقيه، يعني ديال واش كاين شي مصداقيه لهذا المشروع. اولا هذا من بين الامور اللي تقدمت لجلاله الملك، فاذا ضروري خصنا نتعاونوا كاملين
يا فيديو ليك. دونك هذه مناسبة باش المغرب يمتلك الأدوات والمساطر اللي من خلالها لو بروجي تيليفريك اللي عندنا في المغرب تكون عنده يعني اون بروسيدور كومون لو ريغلومونتي كومون لو كونترولي، لأن الناس راه تلقى في السماء وكتشوفوا يعني كاين مسألة أمنية وكاين مسألة. فلهذا حنا عطينا باش ديجا ونسألنا بلا مانيفيستاسيون انتيري 2014 مع كل الاسف الناس اللي جاونا انتريسي ومازال الان يعني انتريسي بار البروجي، ولكن كيصرح المشكل ديال اطلاق برامج سكوندري انيسيال اللي كنا بيلونسي، ما حددناش انه ممكن المستثمر يطلب بعض المساعدات. لنفرض الجزاف انه مثلا لو كان لازم التليفريك قبل ما يجي الكوفيد وجا الكوفيد وقف، اذا لو بروموتور سوف يكون دون باس. Or, le cahier de charge initial, on n'avait pas prévu la possibilité de pouvoir demander des indemnités. Qui m'a fait de transport l'air, il y a des bus, ça doit être au four. Enfin, il y a des oboles, mais il y a des oboles, il y a des oboles, il y a des oboles, il y a un contrat équilibré, ou il y a des oboles, 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 ou il y a des oboles, il y a des oboles, il y a الطاجة، من الطاجة ما خصهاش تبيع إيكالمون في هاد وتدبير المواصفات يمكننا من أنه يكون كونترا إيكيليبري. فيما يخص التيكي، الطالب ديال التيكي، فكما كتعلموا دابا الطالب ديال التيكي بارتو الموند، يعني في الجزائر الفيليك، إلا مشيتي لفور، مشيتي للمدينة، إلا مشيتي لكرونوب، التيكي يفاري أونتخ 5 و 8 أورو، دونك أو موايان بلوس دو 7 أورو 8 أورو كو 5 أورو. فاحنا يعني راعينا في هاد الامور انه تمام باش يكون هذا اولا ريبروبليزي نقل سيائي، يعني سان ترونسبور توريستيك بحال لو بوس دو توريستيك اللي عندكم، ونبوزي با انه الناس تروح فيه ب 5 دراهم يا طريف كان الطريف يعني 80 درهم حتى 120 درهم على حساب على حساب التراجي 120 درهم. فهذا سان ترونسبور توريستيك، ولكن كنظن انه التيكي غيكون من 20 درهم حتى 30 حتى 40 درهم، ما يفوتش اون توكا ما يفوتش 7 اورو، يعني في اللي مطبق يعني في الدول اللي عندها الحواضر اللي يعني عندهم ديجا انتيليفري. المصداقيه هي اولا الان اللي حضرنا اليوم في السوق باش نزيدوا لقدام باش نديروا هذا البروجي ديال لوكال ديال كونسيسيون تدبير المفروض والدوسي راه موجود الان غير ان شاء الله يتصرف على الامور هذه. لابي دوف موجود دونك دابا غوش هذا ان شاء الله سبتمبر اذا كانت المصادقه سبتمبر برونس لابي دوف غنعطي واحد 4 شهور ولا 5 شهور للناس باش يدرسوا ويعطيو لنا العروض ديالهم، من بعد غيكون واحد الاخذ واحد النقاش ومفاوضات من اجل تحديد شكون هو المستثمر اللي غنوافقوا عليه. مباشره من بعد هذاك عنده تقريبا سنتين بما فيها الدراسات والانجاز، اذا لا يستر الله قلنا بدايه 2022 اذا 2024 بدايه 2024 ان شاء الله يكون تيليفريك يعني ان شاء الله باذن الله اوبيراسيون. فيما يخص الملاحظات ديال لي كار واش النعام بلاص فارو واش المحل المناسب، انا كنظن برج النعام هو المكان المناسب. علاش؟ اولا والله سبحانه وتعالى يسر الامور في قبل ما كانش غيكون تما هاد السونتر دانتربريتاسيون ديال لوكتوطال، هاد الفضاء اللي خصنا ديال لوكتوطال اللي كان مهزوم واللي هنا واحد شهرين ان شاء الله يكون الاشغال انتهت. فالتليفريك هذاك الفضاء ديال لوكتوطال اما كنظن غيكون واحد القاطره مهمه باش الناس يجيو يزوروا المدينه ديال طاج، لان لوكتوطال مشهور في العالم والناس يعني شغوفين باش يعرفوا شنو كاين. ولحد الساعه ما كاينش شي فضاء اللي كيمكن يعني لو كيور ولا اللي بغا يعرف على الخطط هذا الفضاء غادي باش يغطي هذا النقص اللي كاين في مدينه طنجه. وحقا غيكون ماشي واش غتوصل من الخطط، ولكن لاكار راه كيما كيما شفتوا في الصور لاكار غتوصل ماشي حتى البرج حتى البرج نعم، غتبقى واحد 12 متر تقريبا خاويه، ودوك الديور اللي كاينين تما خصهم يريبوا باش خصهم يتحولوا ما يبقاوش تما باش يكون المنظر تما. وفي فاسون الاشغال كاين بروغرام كي في دون سونس بور دوك الناس كاع دوك الديور
كاين تما باش يطرح له ويعاود يعاود السيسكا ديالو في الاطر يعني في جو احسن وفي بيئه احسن وملائمه اكثر. وتما يكون تيليفيريك غيطلع من حدا المسجد ديال اللعبه داخل البارك اللي كاين تما كيطلع من على برا ما كيقيس لا صور لا والو وغيجي كيوصل تما وكاين واحد 10 متر اطفال ديال الباسري عاد باش كندخلوا برج النعام. وبرج النعام كاين غيكون الطوطا وكاين واحد لاكسي واحد الباب خاص اللي غيمنوا غيدخلوا ويخرجوا للمدينه. وبهذه المناسبه كذلك غيكون واحد الفضاء يعني ترشيدي وترفيهي غيكون واحد بيتيت فيلا تما كيسوا اميناجي اون ا ليو كولتوريل دو ريستوراسيون دانيماسيون دو بلوس بالنسبه للمدينه. وبالنسبه للتليفريك كما كتستعملوا هو سانكار سان ترونسبور بار كار دونك ما كاينش شي حاجه ماستودون شي حاجه كبيره سانكار شي حاجه مزعجه وعاود الى بغينا تليفريك خصنا نقبل هذا الشيء ما يمكنش يكون عندنا تليفريك وما يكونش عندنا سانكار سي با بوسيبل. فتشكركم على 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 سبق واحد ديال الشباب اللي مو شباب الان دي كافي ريستورون اللي كاين هنا طبعا كاين تقريبا في المارينا كاين تقريبا 10 ديال الكافي ريستورون. شاك كافي ريستورون راه كيخدم بين 50 و 100 الناس في الديروه ديالو. حتى هاد الناس هادو الاغلبيه اللي كان من الطاجه كذلك في هاد الانيماسيون يعني اللي مرتبطة بالمارينا يعني نشاط ترفيهي اللي مرتبط بالبحر يعني هذا الجيت سكي وهذا الشيء ديال لي لوكاسيون ديال لي باتو وكذلك ذاك الغطس دايبين عندنا بعض السكوبا على طنجة يعني اللي كيدير هذا الشيء ديال الغطس يعني ف... إذا هذا الشيء ما غنقولوش أنه غنخدموا غير الناس طنجة هذا الشيء إلا كان الناس طنجة هما في الأولى مرحبا ولكن خص يكون عندنا عاود سيفيزامون دو ديال الأوتور سيفيزامون دو ديال الأوتور ديال الناس ممكن يشتغلوا. وبهذه المناسبه باش نغلق هذا التدخل ديالي حنا الخطه الرئيسيه هادشي ديال لابيل لا مانيفيستاسيون بور لي كافي ريستورون اول حاجه بدينا ديال الناس ديال طنجه كل سنه كاع الناس اللي كاين في طنجه صفنا لهم واختصمنا بهم ولكن مع كامل الاسف تقول لكم واخويا حتى واحد من الناس طنجه في الاول ما جا باش يستمر في ذاك المشروع ديال لا مانيفيستاسيون هادشي باش جات بول باش جات تونيزيا ايس باش حتى من بعد عاد الناس طنجة تشجعوا بما يخص طلب العضو هو يكون طلب العضو الدولي من اجل انجاز وتكبير هذا المشروع لمده 30 سنه. هذا طلب العضو غتكون فيه الدراسات والتجهيزات والنقل والمغازره الهندسه المدنيه والتجهيزات تجهيز المحطات بكل ما يخص مكاتب البيع وكل ما يخص المحطه تشغيل المنظومه يعني لا ميزون سيرفيس تاع الانستالاسيون وتدبير وصيانه مشروع العربات المعلقة لمدة 30 سنة. التكلفة نتاع الشهر الأول تقريبا 240 مليون درهم. تمكن لي هذيك. كما تعرفوا هو أنه العربات المعلقة هو وسيلة من وسائل النقل. شكرا. وسيلة من وسائل النقل. كما تعرفوا هذا المشروع خدمنا مع واحد الدراسة فرنسي سبيسياليزي فاش تعرف العربات المعلقة. كنا مع مكتبة الدراسات المغربية مع المهندسين المعماريين وخدنا كذلك مع مكتب نتاع مكتب دراسات قانونية ان بيرو دافوكا انترناسيونال سان بيرو دافير اللي خدم معنا وشوف معنا كاع المسائل القانونية اللي في هذا الجو وتبين لأنه الدراسات حول كاع شنو كيفية إنجاز المشروع تبين بأنه أحسن طريقة لإنجازه بما أنه وسيلة نقل حضاري اختصاصا الجامعة خصو يدار في إطار تدبير المفروض وتفوض الشركة ما عندهاش اختصاصات لذلك هذه المطلبات القانونية وتشكر السيد الوالي اللي كان هو عاوننا في هذا المشروع باش نافونسيو فيه مزيان لقينا بأنه خص هذا المطلب القانوني يجب المصادقة عليه لذلك كاين هذه النقط في هذا المجلس المؤقت أولا خص مسابقة اتفاقية الشراكة يخول بموجبها للشركة العادة تاعها من طرف الجماعة لإعلان دور العضو والإجراءات الإصدارية كلها. ثانيا بما أنه مرفق من وسائل النقل الحضاري يجب إحداث مرفق النقل الحضاري الجماعي بوسط العربات المعلقة. ثالثا المصادقة أمام التدبير اللي هو التدبير المفوض وكذلك الدراسة والمصادقة على الشروط والتحملات الخاصة
النقطة الثانية المصادقة على نمط تدبير المرفق النقل الحضري بوسط العربات في إطار التدبير المفوض من مع الإجماع في مسألة باش ما يكونش يسعوني احنا ما كندعموش راه الدعم الكامل لا الدعم الدابة ما فيهاش النقاش إن شاء الله تخرج كل شيء بيدك النقطة 17 الدراسة والمصادقة على إطار الشروط التعامل الخاص بتدبير المرفق النقل الحضري بوسط العربات المعلقة في إطار هذه معاودة ولا في إطار التدبير المصادقة على النمط ثم على افتتاح المولات دفتر الشروط تدبير المفاوضات اللي في ليك فشكرا لكم شكرا لكم ها شنو مازال فين هي شرعتين النمرة فين النمرة 23 صافي هي باسم ولي فائدة هذه هي الأساس حنا كنفوضوا سي عنايا وليكيب ديالو أن يعملوا باسم ولي فائدة جماعة طنجة تدبير هذا المسار كله من معها الإجماع شكرا جزيلا لكم غندعسوا عليا ونجي دابا دقيقة غير نسلموا عليه.